تحديات، انطلاقة جديدة، تحدي جديد، إثارة جديدة. وهناك انطلاقة أشواط الإنتاج والمنتجين من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، في هذا اليوم الخاص بسن الحولي والزمول. انطلق بانطلاقة هذا الشوط، اندفع باندفاعات هذه الأسماء. شوطنا الثالث عشر الخاص بالزمول المحليات، وتابع هذه الأسماء وانطلق بمقدمة الشوط. والمركز الأول أجد شعار بن بروك على المركز الأول، يقدم لنا شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني في هذه اللحظات أجد كفو مبارك بن راشد بن حبالة الاكتبي، يقدم لنا كفو على المركز الثاني. والمركز الثالث الوصول من مريع مسلم بن علي بن دري المنصوري، قادم في هذه اللحظات بشعاره على المركز الثالث. بينما الدور دور اللي على المركز الرابع لأجد في هذه اللحظات على ما يبدو لي انه مهول بارك بن احمد بفزع العامري على المركز الرابع في هذه اللحظات. يتقدم من الجانب الايمن وينطلق بهذه الانطلاقه، نعم هو شعار بفزع. المركز الخامس الوصول من حلال ناصر بن سهيل بن زفنة الحرسوسي على المركز الخامس، يتقدم وينطلق بحلال على المركز الخامس. المركز السادس شوف القدوم والانطلاق من مطيلان عبد العزيز بن سالم بن علي الكثيري، يتقدم في هذه اللحظات ينطلق في هذه الأثناء على المركز السادس شعار الكثيري. والمركز السابع تابع هذا القدوم مشكور محمد بن راشد بن حمد الدرعي، يتقدم في هذه اللحظات وينطلق على المركز السابع والمركز الثامن. هناك الانطلاق وهنا الحضور من العاصي عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي، يتقدم بدوره على المركز الثامن. والمركز التاسع الوصول لعاني مبارك بن سعيد بن خليفة الخيالي على المركز التاسع. والمركز العاشر صياد محمد بن عبد الله بن معضد النيادي. هذه هي الأسماء، هذه هي التحديات، هذه هي الانطلاقة. يا من تتابع ويا من تراقب الأمور والأوضاع والتحدي للمراكز العشر الأولى المتنافسة المنطلقة في هذه العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة الشوط. بن بروك وشعار بن بروك الجميل اللي هناك اللي يقدم هذا التنافس على المركز الأول، شاهين على صدارة هذه الأسماء، وخالد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الأول. المركز الثاني شوف القدوم من مهول مبارك بن أحمد بن خزع العامري، يتقدم بمهول على مستوى ثاني التحديات. بينما المركز الثالث مريع هو القادم سلم بن علي بن دري المنصوري، يا سلامي عليك يا راعي مريع القادم على المركز الثالث. المركز الرابع يا سلامي على التحدي كفو هو القادم على المركز الرابع، ومبارك بن راشد بن حبالة الاكتبي قادم على المركز الرابع. يهاجم في هذه اللحظات بانطلاقة كفو وحضوره. المركز الخامس حلال ناصر بن سهيل الزفن الحرسوسي قادم ومنطلق في هذه الأثناء، يهاجم المراكز الأولى. وأيضا التدخل العاصي عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي، يتقدم ويندفع في هذه اللحظات، يندفع بانطلاقة شعاره ويصل في هذه اللحظات مع العاصي. بينما المركز السادس تابعوا هذه الأسماء، تابعوا هذه التحديات. وهناك اللي على المركز السابع بدأ يتجاوز إلى المركز السادس الخامس الرابع، الآن هو على المركز الثالث من الجانب الأيمن. هناك ينطلق في هذه اللحظات، هناك هو يصل في هذه الأثناء اللي هو مشكور محمد بن راشد بن حمد الدرعي، يتجاوز الأسماء ينطلق وبكل قوة. هناك بينما المركز الثامن شوف القدوم
من مطيلان وعبد العزيز بن سالم بن علي الكثيري قادم عن المركز الثامن المركز التاسع وصل بن بيشان يتقدم بمشكور حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يصل على المركز التاسع وينطلق في هذه اللحظات المركز العاشر صياد محمد بن عبد الله بن معضد النيادي قادم في هذه اللحظات. هذه الأسماء، هذا هو التحدي، هذا هو النداء الثاني. يا من تتابع ويا من تراقب للمراكز العشر الأولى، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذه الأسماء مع لوحة الاثنين كيلو. يا من تتابع، 2 كيلومتر هي ما يتبقى على نهاية الشوط، وما زال بن بروك على المركز الأول، ما زال بن بروك على صدارة الأسماء مع شاهين خالد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الأول. ولكن شوف مشكور محمد بن راشد بن حمد الدرعي يهاجم ويتجاوز المراكز مركزا تلو المركز حتى انحل في هذه اللحظات بصدارة الشوط وعلى المركز الأول. شعار الدرعي راعي مشكور محمد بن راشد بن حمد الدرعي، المركز الثالث مهول وشعار بن خزع أيضا أحد الأسماء القوية، مبارك بن أحمد بن خزع العامري على المركز الثالث، مهول قادم وفي هذه اللحظات المركز الرابع وبقية المراكز الخمسة هناك قادمة في هذه اللحظات منطلقة وقادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ولكن التنافس ثلاثي على المقدمة، ثلاثي مع الفوز ومع الناموس وشعار الدرعي وبن بروك وكذلك بن خزع هناك في هذا الحوار الثلاثي ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات الجميلة والمقدمة والصدارة. خالد بن سعيد بن بروك الحميري انطلق بشاهين، اندفع بشاهين هناك مع المركز الأول، يحافظ ويعود إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط. يا سلام في شوط الزمول المحليات، شوط الانتاج، يا سلام على بن بروك وشعاره. ولكن بن خزع أبناء المصانع الجنوبية على المركز الثاني، مهول مبارك بن أحمد بن خزع العامري، ولكن بن بروك ما شاء الله تبارك الرحمن انطلق بهذا الأداء، اندفع بهذا المستوى. بن بروك مبروك يا بن بروك، هذا الفوز، هذا التحدي وهذه الانطلاقة الجميلة على المركز الأول بدون أي أوامر تذكر. شاهين وخالد بن سعيد مبروك الحميري يغادر بناموس الشوط بدون أي أوامر بانطلاق وبعرض تلقائي كبير مع المركز الأول. تهانينا والناموس لحظة الوصول ولحظة الفوز لصدارة الشوط. خالد بن سعيد مبروك الحميري مع شاهين يخطف ناموس هذا الشوط بكل جدارة. المركز الثاني الوصول من مهول بارك بن أحمد بن خزع العامري. المركز الثالث كان مشكور محمد بن راشد بن حمد الدرعي. المركز الرابع حلال شعار ناصر بن سيد بن زهر الحرسوسي. والمركز الخامس أنا شعار مريع مسلم بن علي بن دري المنصوري. هذه هي النتيجة للمراكز الخمس. تهانينا والناموس للجميع. والتوقيت الزمني لحظة الوصول ولحظة الانطلاق في هذه الأثناء للمركز الأول لشعار بن بروك خالد بن سعيد بن بروك الحميري. التوقيت الزمني مع شاهين وبدون أي أوامر في هذه اللحظات، توقيته الزمني 9 دقائق 39 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. سلام بن بروك، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني مهول وتوقيته الزمني 9 دقائق 39 ثانية 9 أجزاء من الثانية، مهول وشعار مبارك بن أحمد بن خزع العامري. المركز الثالث و
ومشكور بشعار محمد بن راشد بن حمد الدرعي من حل بالمركز الثالث وتوقيته الزمني لحظة وصوله وانطلاقه في هذه اللحظات على المركز الثالث 9:46 بدون أي أجزاء من الثانية تالي من ناموس الجميع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة حيث انطلق شوطنا الرابع عشر.